خديت هذا باش نبقى ندير اللايفات. لحقاش فاش كندير لايف الا درت الميكروفون ما غاديش نسمع، فخديت هاد السماعات صراحه حسيت بهم بيوتيفول. اعتمادكم غير كافي لاجراء هذه المكالمه، المرجو إعادة اتصال عمرك في حياتك ما تتصل. الى اللقاء. الوغ قلت نوريكم البرودويات لانه كاين بزاف ديال البرودويات، خصني نشرح لكم كما كنقولوا طاب باغي طاب على كل برودوي اللي كاين هنا. عاد ندير لكم فيديو نحطو لكم الريل عند العنايه بالبشره ان شاء الله، لانه غنحيد الفلتر نوريكم الوداد ما بغاتش تلعب، ما فهمتش علاش، والحبوب تخرج لي في وجهي. شوفوا شوفوا شنو صبح فيا هنا هنا. هادو دابا لي غير ما بغاتش تهبط، مازال ما بغاتش تهبط، ملي ما بغاتش تهبط كيخرجوا الحبوب، فان شاء الله غتهبط هاد الايام. اول حاجه غنبدا بها هي الصابون. ما غاديش عطيني الحال نشرح لكم على كاع البرودويات في الفيديو اللي غنحط في الريل لعنايه في البشره، لان كاين برودوي ديال الشعر وكاين ديال الوجه. ودابا مرحبا بكم مع برودويات خاسمين. غنبداو بالصابون. عندي هنا جوج انواع الصابون، عندي صابون نيلا وصابون حليب المعزه. اولا وانتي شاده هاد الباك كتحسي بالريحه خارجه، رائحه فنه، رائحه بوغوسا، رائحه الحياه والاعتناء بالبشره. الو هذا البنات شوفوا نوريكم اختي شويه بشويه طاب باغي طاب غادي نفهموا كل شيء. هذا صابون ديال حليب المعزه، زوين عمرني سمعت بها في خباركم ولكن اول مره غادي نسمع به. هذا صابون حليب المعزه، راكم عارفين الفوائد اللي فيه، تحيد لي طاش من الوجه، تحيد الحبوب، الا كان عندك حبوب تكرمهم، يعني هذا الا ما كانش عندك سيري بنات. وهذا صابون النيله، معروف صابون النيله والفوائد ديالو، ما نحتاجش نقول لكم، فيه تغذيه للوجه، فيه بزاف ديال لي فيتامين. هاد جوج ديال الصابونات ما خصهمش يخطاوك من الدار. حنا راه ولفنا ديك القضيه ديال كنشرو الصابون شيميك ولا كيميك، راه كيقولوا ليه كناخذوه مثلا من البلاصه ديال المكياج ولا من شي ماركه زوينه وكتبدا تلصف وجهك. نحاول نستعملوا شويه الصابونات ناتورال، هاد جوج هادو خصهم ضروري يكونوا عندك. ودابا غنكتشفوا شنو كاين هنا. يا لالا يا لالا يا لالا، قال لك لالا كاين هنا بزاف ديال البرودويات ديال الوجه وديال الشعر. انا مستعده بلاتي بس اخوتي نفتح هاد الكاخه غير بشويه اولا باش يخليكم معايا ونرجع لكم. اوكي شكون اللي بغى يجي ياكل معايا لاطارت؟ بسم الله. يا لالا يا لالا يا لالا، لا ميمكنش نوريكم الكاميرا. هانتوما اختي هادو لي برودويات اللي غادي نشرح لكم عليهم دابا كل حاجه لاش كتصلح. انا بدا حمقاتني هادي ديال المساج ديال الشعر. هاد السيروم كيدير من الليل لليل، فيه مكونات مجهده بزاف واعره، فيه فيتامين او، فيه زيت الهندي، فيه زيت اللوز، فيه الكولاجين، فيه زيت ارغان. هذا اختي الا ما كانش عندك سيري تنازي. وهذا انتي مانشاس وانتي داد، يعني نسيت ما نقولها لكم، فيها جوج الحوايج نسيت ما نقولهم. هذا زيت ارغان، عندما يحضر زيت ارغان اللسان يعجز عن الكلام، راكم عارفين الفوائد ديالو. من اول زمان جدودنا وجدود جدودنا كانوا كيستعملوا زيت ارغان، فحتى انت خصو يكون عندك، ما خصوش يخطاك. هذا ما خصوش يخطاك من الدار، هذا العلاج ديال الشعر. اولا قبل ما نقول لكم الفوائد اللي فيه بغيت نقول لكم راه فيه واحد الماده ديال الكيراتين اللي هي طبيعيه، اللي كيخلي لك في شعرك واحد اللمعان واحد الرطوبيه ماشي نورمال. هذا يقدر يستعملو اي واحد، كان شعرك مجرتل مبهدل بحال ديالي تقدر تستعملي، كان شعرك خاص ناقصه الهيدغاتاسيون. المهم يا لالا هذا كيعالج القشره ضد تساقط الشعر، كيطول الشعر، تيدير الخلفه. يا لالا تيدير الخلفه. انا المهم انا راه بديت كنعتني بشعري هذه واحد الشهر بدا كيخلف، ولكن مع هذا غادي يخلف اكثر واكثر. ونزيدك صاحبتي هذا كيتابليكا فقط في جلده الراس في الفروه ماشي في الشعر، في الجلده، ومن بعد كتمارسي بهذا المشطه. يا الله خصني عرفت لوقاش انا ندير هاد التخيطمو غير على قبل هاد المشطه باش نمارسي بها شعري. هذا الا ما كانش عندك راه ما عندك والو. سمحوا لي يا اختي جاسمين كوزميتيك راه ستاج الوحش، ستاج الاخر. تخيلي معايا درت لكم انا حتى الزيت سيروم ديال المناطق الحساسه اللي تبيضيها وترطيبيها،
لا جيتي في وقتك، نيت محتاجك. البنات انت اللي كتفرجي فيا، هذا ما خصوش يخطاك. يلا لالا باني ليا المناطق الحساسه، ملي كنهضر على المناطق الحساسه ماشي غير المناطق ديال البيكيني، حتى تحت الايد والتحت. هذا اختي ما نقدرش نزيد نهضر بزاف، انا مرحشومه وتنحشم. هذا ديال المناطق الحساسه، تيرطب وتيخلي داك الشيء فيه البغيه وتيعالج اللون. انا دابا عندي اسود غامق، ومع هذا غيولي بني فاتح. اي شوف هذا الزيت ديال الروسا موسكيتا، بالي الناس ديال الاسبان روسا موسكيتا يعني زيت الورد بالعربيه تيقولوا لها. تدار حتى الوجه الا بغيتي، الا بغيتي ديري لوجهك حتى هو تدار الوجه، ولكن انا مادام عندي هذا فيه كلشي، هذا السيروم ديال الليل ما نبغيش نخلط، ما يتبغى تقدري ديري لوجهك. مي انا الصراحه غنديروا المناطق الحساسه باش نبيضها ونرطبها، وهذا راه الوجه. لان صراحه تبارك الله عندها الكيت كومبلي، واخا راه كل حاجه كتباع بوحدها، انت تقدري تاخدي كل حاجه بوحدها، ولكن انا اختي فاش خديت خديت كلشي، ما قدرتش ناخذ كلشي. اختي هاد الزيت انت غادي نبدا نستعملك من اليوم ان شاء الله، انا اختي ندير داكشي ندير داكشي. مي سامرز بالنسبه للزيت ديال روسا موسكيتا، انا كيبقى الراي ديالي الشخصي، انت تقدري ديري ما بغيتي، هذا تقدري تدهني في وجهك في الصباح قبل ما تخرجي مع هاد البروده هادي الا بغيتي. المهم على حساب انت وشنو باغي. الا بغيتي تقدري تدهنيه حتى لوجهك، يعني اش غنقول لك، هضره فيه 20 في واحد، يعني تخلي المناطق الحساسه الوجه. واختي سمحي لي انت ديالي انا اختي. صاحبتي عمرك سمعتي بالزيت ديال الموطارد؟ مرحبا بك مع ساريكول. الزيت ديال الموطارد انتي انفلاماتوار. جو سوي سبيكي فرونسي. الو هذا زيت الموطارد انتي انفلاماتوار، كيدير الوجه بعد الوجه غزال. هذا ديريه لوجهك، لي موسكول ديال الوجه، حتى الا كان كيضرك شي موسكول من المساكل ديال الدات ديالك تقدري تدهنيه. غزال، تحيد الوجع ديال لي موسكول وتحيد الانتفاخ. هذا ما خصوش يخطاك. بلاتي اختي نحلو نشوف واش بصح فيه ريحه الموطارد ناكلو. والله تما ريحه الموطارد، واو. يا حليلي يا حليلي. سي البنات انا بعض المرات كيضروني لي موسكول ديال وجهي، ما عرفتش كتسرع لكم حتى نتوما، سيرتو فاش كديري التكساس كيضروني لي موسكول. هذا بيرفكت، كيحيد الوجع ديال لي موسكول. والتجربه هذا جربو الاب ديال الصديقه ديالي، كان عنده لي موسكول في الرجل ديال لي موسكول. حتى انا شختي كنبغي نهضرها بالفرنسي ما تنعرفش، واختي نو سبيكي مالي. الوغ الاب ديال الصديقه ديالي كانوا كيضروه الركبه ديالو، يعني الركبه كان كيدهن هاد الزيت، والحمد لله النهار الاول خف عليه شويه الوجع، فاش بقى كيتبعو مشى ليه الوجع. شنقول لك اختي خاصني، الله يسهل عليك، الله يحفظك، الله ينورك. البنات دابا غادي نوض نعتني بوجهي، غادي نغسل بالصابونه ديال حليب المعزه، وغادي ندير الزيت ديال الروسا موسكيتا يعني زيت الورد. كما قلت لكم هذا راه ديال البلايص الانتي، ما انا غندير الوجه حيت اليوم بغيت ندير لا كريمه الاول، مع كاين شويه البرد ما بغيتش، بغيت وجهي يتادراطا بالبرد، فلهذا غنغسل بهاد الصابونه وهذا غادي نديرو في وجهي باش يعطيني واحد اللمعه واحد شويه ديال الادغاتاسيون، وغادي نمشي. غادي نطاقي لكم هنا جاسمين كوزميتيك. البنات اللي بغات تحصل على هاد لي برودوي تواصلوا معاها، فراه هي غادي تكون عند حسن الاستقبال ولا عند حسن النيه ديالكم ان شاء الله. فلهذا دابا نوضوا معايا نجربوا اختي هاد البرودويات، نبداو ديال الوجه والشعر. فاش غنبغي ندير روتين شعري غنوريه لكم. ما تنساوش البرودوي ديال الشعر البنات كيدار جوج مرات في السيمانات، جوج مرات في السيمانه، يعني انا كنغسل شعري جوج مرات في السيمانه، فهاد الروتين ديال الشعر غنديرو جوج مرات في السيمانه، وان شاء الله غنشوفوا الفرق مع المده. يمكن شاد اللمعه اللي كيخلي في الوجه ماشي نورمال، درتو حتى الشفايف رطبهم ليا، تا هما حساسين.